بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس مقرر علوم القرآن، ولا يزال الحديث موصولا عن موضوع أسباب النزول. هذا الموضوع المهم من أهم موضوعات علوم القرآن، ولذلك طال الحديث فيه لكثرة المسائل التي أوردها العلماء في هذا الموضوع الذي يصلح موضوعا مستقلا. تكلمنا في اللقاء السابق عن قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وتطبيقاتها، ونتكلم اليوم عن مسألة أخرى أوردها العلماء خاصة الذين ألفوا من المعاصرين والمتأخرين، وهي صيغ أسباب النزول. يعني ما هي الصيغ التي تدل على أن هذا سبب نزول؟ طبعا أسباب النزول روايات، ما هي الصيغ التي إذا وردت في هذه الروايات دلت على أن هذه الرواية تدخل تحت أسباب النزول؟ تكلم العلماء عن هذه المسألة، وذكر المعاصرون بأن أسباب النزول يمكن أن تقسم الصيغ التي تدل عليها إلى نوعين: صيغ صريحة، النوع الأول صيغ صريحة، وهي التي تدل دلالة صريحة على السببية وأن هذه الحادثة أو هذا السؤال هو سبب نزول هذه الآيات، وصيغ غير صريحة، يعني قد يفهم منها السببية وقد لا يفهم. نورد ما أورده الشيخ مناع القطان، نقرأه ثم نعلق عليه. قال الشيخ مناع القطان رحمه الله: صيغة سبب النزول إما أن تكون نصا صريحا في السببية، وإما أن تكون محتملة. فتكون نصا صريحا في السببية إذا قال الراوي سبب نزول هذه الآية كذا، هذه الصيغة الأولى الصريحة، سبب نزول هذه الآية كذا. أو الصيغة الثانية الصريحة إذا أتى بفاء تعقيبية داخلة على مادة النزول بعد ذكر الحادثة أو السؤال، كما إذا قال حدث كذا أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا فنزلت الآية، فبالفاء التعقيبية. يقول المؤلف: فهاتان صيغتان صريحتان في السببية، سيأتي لها أمثلة. طيب، قال طبعا وأحال في الحاشية إلى أمثلة تعدد الروايات في سبب النزول ستأتي بعد هذه الفقرة. قال: وتكون الصيغة محتملة للسببية ولما تضمنته الآية من الأحكام إذا قال الراوي نزلت هذه الآية في كذا، فذلك يراد به تارة سبب النزول ويراد به تارة أخرى أنه داخل في معنى الآية، هذه صيغة إذا قال نزلت هذه الآية في كذا. وكذلك يعني من الصيغ غير الصريحة إذا قال أحسب هذه الآية نزلت في كذا، أو ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في كذا، فإن الراوي بهذه الصيغة لا يقطع بالسبب. قال المؤلف: فهاتان صيغتان تحتملان السببية وغيرها كذلك. قال: ومثال الصيغة الأولى، أي نزلت الصيغة الأولى هي هذه يعني غير الصريحة، نزلت هذه الآية في كذا. قال: ومثالها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أنزلت نساؤكم حرث لكم الآية في إتيان النساء في أدبارهن. طبعا أخرجه البخاري. مقصود عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بقول إتيان النساء في أدبارهن يعني أن قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم نزلت في إتيان النساء في أدبارهن، يعني في تحريم إتيان النساء في أدبارهن، في تحريم إتيان النساء في أدبارهن، لأن هذا معنى. أو ما يدل عليه السبب الآخر بأن بعض السائلين من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون من إتيان النساء في مكان الجماع من الخلف، يعني أن يأتي الرجل زوجته من الخلف، فتحرجوا من ذلك. يعني حتى نتصور المسألة ينبغي أن نعلم بأن إتيان المرأة في دبرها حرام وهو من كبائر الذنوب، لكن الذي وقع فيه الإشكال إذا أتى الرجل امرأته في محل الحرث وهو القبل من الخلف من الدبر، يعني أن يأتيها من الخلف، فهذه تحرجوا منها لأن نساء الأنصار كنا يتحرجنا من ذلك لأن هذا كان ممنوعا عند اليهود، فنزل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم إذا كان في محل الحرث. فقول عبد الله بن عمر يعني نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن يعني في بيان حكم هذه المسألة، في بيان حكم هذه المسألة، لا أن المراد فهو بيان حكم نزلت هذه الآية في إتيان النساء في أدبارهن. أو يكون مقصودة الإشارة إلى سبب النزول لأن الصيغة إيش محتملة، تحتمل كذا وتحتمل كذا، نزلت يعني بسبب السؤال عن إتيان النساء في أدبارهن. مثال الصيغة غير الصريحة الثانية، قال ما روي عن عبد الله بن الزبير أن الزبير خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة، يعني في مكان كانوا
طبعا شراج الحرة قال في النهاية: الشرجة مسيل الماء من الحرة إلى السهل، والشرج جنس لها، والشراج جمعها. شراج جمع شرجة، وهي مسيل الماء، يعني اختصموا في مسيل الماء الذي يأتي من الحرة، وكان يسقيان به كلاهما النخل. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. يقول للزبير: سرح الماء يمر. فأبى عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه سعة له وللأنصاري. فلما أحفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام، أو فلما أحفظ رسول الله الأنصاري يعني أغضبه، استرعى للزبير حقه في صريح الحكم. فقال الزبير، وهذا هو الشاهد: ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هاتان صيغتان كما يقول العلماء غير صريحتين في السببية. طبعا أورد المؤلف رحمه الله كلاما لابن تيمية رحمه الله في رسالته في مقدمة في التفسير، قولهم نزلت هذه الآية في كذا، يراد به تارة سبب النزول، ويراد به تارة أن ذلك داخل في الآية وإن لم يكن السبب. وقد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند يعني المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه، يعني قول الصحابي الذي ليس بمسند فالبخاري يدخله في المسند، يعني أنه في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وغيره لا يدخله فيه. وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون مثل هذا في المسند. وقال الزركشي في البرهان: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أنها تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها، فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس النقل لما وقع. مثال ذلك بالصيغة الصريحة يعني ليست سبب، بعض المفسرين يقول في قول الله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، قد نزلت في الخوارج، يقصد أن حكمها يشمل الخوارج، معروف أن الخوارج ليسوا سبب لنزول هذه الآية. نختم بتنبيه، هذا ما يتعلق بغير الصريحة. أما الصريحة أيها الإخوة الكرام التي أوردها المؤلف، فالحقيقة أن سبب النزول هذه صيغة صريحة لكن ليس له وجود. أما عبارة فإذا نزلت فنزلت فهي صيغة صريحة، لكنها وردت في أدلة وفي أحاديث أيضا، في أسباب أو في أحاديث ليست هذه الأسباب حقيقة هي سبب نزول الآية. ولذلك قال صاحب المحرر في أسباب النزول لما ذكر صيغ أسباب النزول، قال لي أسباب النزول عند القرآن عند المعاصرين صيغتان: صيغة صريحة قال عنها الزرقاني: تختلف عبارات القوم في التعبير عن سبب النزول، فتارة يصرح فيها بذكر السبب فيقال سبب نزول الآية كذا، قال: وهذه العبارة نص في السببية لا تحتمل غيرها، وتارة لا يصرح بلفظ السبب ولكن يؤتى بفاء داخلة على مادة نزول الآية عقب سرد حادثة، وهذه العبارة مثل تلك في الدلالة على السببية أيضا. ثم قال المؤلف هنا الدكتور خالد المزيني تعليقا على هذا، قال: فأما الأول وهو قوله سبب نزول الآية كذا، هذا الكلام يقول المؤلف دكتور خالد المزيني تعليقا على الكلام السابق، فأما الأول وهو قوله سبب نزول الآية كذا فهذا لا وجود له في الواقع، فمع معاصرة لأسباب النزول طوال مدة البحث، هذا البحث الذي كتبه، وكثرة التقليب لها، لم أجد سببا واحدا وردت فيه هذه الصيغة، كما أن الزرقاني لم يذكر مثالا لهذا. ولا يخفى أن القواعد إنما تستمد من الأمثلة، فأين هي الأمثلة هنا؟ ثم قال: ولعلي أعتذر للزرقاني هنا بأنه كان يتصور وجود شيء من هذا مع عدم استحضاره للمثال حين الكتابة، فسطر ما كان يتصور، ولكني أعجب كثيرا ممن تابعه من المؤلفين على ذلك، إذ كان بإمكانهم البحث والتحرير قبل التسليم والتصديق. على كل حال، هذا يمكن أن يقال من المسائل التي ذكرها بعض أهل العلم وليس لها مثال، فالأولى أن لا تذكر، يعني ليس هناك صيغة اسمها سبب نزول هذه الآية كذا، نحن نقولها في عباراتنا، لكن في الروايات ما في رواية سبب نزول هذه الآية كذا، إذا تخرج من الصيغ في الرواية لأنه لا وجود لها. ثم قال: وأما الثاني وهو دخول الفاء
على مادة النزول بعد سرد الحادثة، فهذا أكثر الأساليب استعمالا في أسباب النزول. ومع هذا فلا يعني وجود هذه الصيغة أن يكون الحديث سببا للنزول. ثم ذكر بأن لديه أمثلة تدل على أن هذه الصيغة ليست دائما صريحة، وإنما قد تكون في مقام غير الصريحة، وذكر كلاما يمكن الرجوع إليه. بهذا نقول إن الكلام في هذه المسألة مجرد يعني تقاسيم ذكرها المتأخرون، وإلا فإنها عند التحقيق قد لا يسلم لهم ما ذكروا لعدم وجود المثال في الصيغة الأولى وهي سبب نزول هذه الآية كذا. وأما عبارة فنزلت فإنها أيضا تدخل في غير الصريحة عند التدقيق فتشمل السبب. طيب كيف نعرف سبب النزول؟ عن طريق وجود القرائن في القصة، وأن الآية نزلت بسبب هذه الحادثة من خلال وجود أركان السبب، أي الآيات النازلة الحادثة الواقعة، أن يكون ذلك أو في الحديث ما يدل على اقتران نزول الآيات بالحادثة، عندئذ نقول هذا سبب نزول صريح، يعني القرائن فقط، ليس هناك صيغ صريحة في هذه المسألة. ونكتفي بهذا القدر، وأسأل الله التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.